لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم يا جماعة. طبعا بصراحة يعني أنا مش عارف اللي هو أضحك ولا أتصدم ولا أحزن ولا تتضايق، يعني ما تعرفش اللي هو مثلا تقول الحمد لله اللي هي جت على فلوس، في فلوس يعني، ما جاتش في فيك أو في ابنك أو في زوجتك أو في حد من عيلتك، ولا ما تعرفش تقول مثلا هو يعني اللي هو ازاي كده، يعني اللي هو ازاي في عز رمضان، اللي هو في عز النهار والناس صايمة يعني انا عارف ان ملهاش علاقة، بس عارف انت لما يحصل فيك الموقف ده، لما تتسرق مثلا ومبلغ مش قليل يعني، تمام، فيفضل يدور في دماغك مليون حاجة، اللي هو انت في رمضان والصيام وشهر العبادة، واللي هو في نفس الوقت انت عارف ان الحرامي ما بيفرقش ما بين رمضان من شعبان من العيد، وفي نفس الوقت اللي هو انت اصلا انت شخصيا تفضل تفكر ان انت عمرك ما تعمل كده، يعني اللي هو انت لو لقيت كنوز الدنيا كلها، لو لقيتها هترجعها للناس وهتسأل عنها، واستحالة استحالة 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 انك انت تعمل كده، فيتعمل فيك انت كده، فيدور في فكرك بقى ايه حاجات كتيرة جدا جدا جدا. طبعا يا جماعة هو الموقف مستفز، وجبت الناس كلها حلفتها على جبت يعني جبت القرآن وحلفت كل الناس وكله بيكذب، يعني هو الحرامي واحد من اللي انا حلفتهم، طب هو مين بقى؟ ما تعرفش. معايا يا جماعة حكايتي حصلت ان انا المفروض ان في مبلغ، تمام، كنت حاطه في شنطة صغيرة، استنى هجيبها لكم اهي. ايوه الشنطة دي للاسف يعني كان فيها الهاند فري هناك اهو، المهم كان فيها قلم، تمام، كان فيها مشط صغير، الهاند فري شيلته خلاص، وكان فيها الرقم بتاع الشاسيه بتاع العربية، وكان فيها تقريبا 3 4 جنيه فكة يعني شلتهم، والمهم كان فيها مبلغ كبير شوية يعني. ما علينا، المفروض ان انا كنت حاجز ميعاد في 6 اكتوبر، مكان يعني خدمة صيانة اسمه 7 سلندر، تمام، المهم مكان، وما يعني كنت علشان كنت عايز اركب مصفحة ليه العربية بتاعتي، كنت عايز اركب لها مصفحة من تحت، لان الريداتير في المطب العالي بيتكسر. ما علينا، المفروض ان انا راكن العربيه في جراج، بس من سوء الحظ ان هم لسه مركبوش كاميرات في الجراج ده، يعني من سوء الحظ ان هم مركبوش يعني. فطبعا انا ايه، المفروض ان انا معايا مفتاح، بفتح الجراج عادي خالص، تمام، وملبوه بقى، بفتح البوابه ثم بشيل القفل ثم بروح شايل الكفر، الراجل اللي ماسك الجراج كمان من سوء حظ ما كانش موجود في الوقت ده، فبشيل بقى الكفر وبركن الشنطه على جنب، فهوب خدت زوجتي وركبت. بعدين وانا في نص الطريق، في الطريق بتاع الاوسطي وانا رايح اكتوبر، عمال ابص على الشنطه مش لاقي الشنطه خالص، دوست انتظار طبعا وافتح الشنطه بتاعت العربيه مش لاقي الشنطه ومش لاقي حاجه خالص، فاتصلت بتاع الراجل بتاع الجراج طبعا، تمام، اللي هو الغفير، قال له ازيك يا عم كذا كذا كذا، في شنطه يا ريت تلحقها لي، لان فيها فلوس والكلام ده كله. فما علينا، الراجل قال لي انا مش موجود دلوقتي يا كابتن جابر، هناك انا في مشوار في مدينه نصر في المنيب. عمال اتصل باصحاب الجراج ذات نفسهم، محدش برضو ايه بيرد خالص، تمام، فقلت خلاص هصرف كده ايه نفسي، هجيب المبلغ يعني من اي مكان واركب المصفحه وان شاء الله ارجع الاقي الحاجه يعني. فبعدها بتصل تاني، فالمهم بعدها بحوالي ساعة كده بتصل تاني وانا لسه بره، رد عليا ابن صاحب الجراج، قلت له في شنطة كذا كذا حد اداها لك؟ قال لي اه، قال لي في حد لقى الشنطة موجودة على العربية واداهاني، قلت له تمام جدا، افتح بقى الشنطة كده هتلاقي فيها مبلغ كذا كذا وهتلاقي فيها الهاند فري السماعة يعني. فالمهم فتحها، قال لي اه يا كابتن ده فيها الهاند فري وبس ما فيهاش فلوس. فطبعا اول ما قال لي ما فيهاش فلوس، قلت له على طول، قلت له الشخص اللي اداك الشنطه ده بقى هو اللي سرق الفلوس،
الشخص اللي اداك الشنطه ده هو اللي سرق الفلوس. وانا بقى فرحان بقى وعمال اقول لنفسي ايه ده حرامي غبي، يعني بدل ما ياخد الشنطه كلها مثلا ويجري ياخد الحاجه اللي فيها ويسلم الشنطه. طبعا بقى ايه بقى، والراجل طبعا اللي ماسك الجراج يقول لي ايه بقى، يقول لي ده انا إيه ازاي، ده انا هرجع اخلي لك الدنيا، ده انا ادمر لك الدنيا والحاجه بتاعتك هترجع لك وانا طبعا ايه بقى حطيت في بطني زي ما بيقولوا كده بطيخه صيفي تمام، وقلت ان انا بعد ما ارجع يعني بالليل هلاقي الحاجه بتاعتي. فالمهم رجعت بالليل وجرشت العربية ومستني الراجل. طبعا قالوا الراجل ان لقى الشنطة بتاعتك ده المفروض ان هو ايه، المفروض ان هو في الطريق يعني وجاي. قلت فانا عمالة طبعا اكلم الناس، قلت لهم يا جماعة انا مش عايز احمر اعمل محضر في اسم الشرطة تمام، قلت لهم عايز الموضوع يتحل كده ايه بالود يعني، يعني انا مش، لان انا لو شفت الراجل ممكن انفعل والكلام ده كله، وفي نفس الوقت برضو بيدور في ذهني ان ممكن يحصل حوار، ان برضو ممكن يقول ده انا فتحت الشنطه يعني او ما لقيتش حاجه او ما فتحتهاش. المهم قلت اشوف بقى الموضوع هيلسع على ايه. بعدين روحت البيت، اتصلوا بعدين بيا الساعه ايه على 10 بالليل كده، قالوا لي الراجل اللي لقى الشنطه جه دلوقتي. فروحت هناك قلت له انت حضرتك اللي لقيت الشنطه ديت تمام، شاب كده عنده حوالي 35 37 سنه. فالمهم عمال يتكلم كده مع الراجل ومش عارف ايه وبس بس، قال اه انا ما اعرفش دخلت الجراج الساعه كام، بعدين لقيت واحد قصادي قال لسه خارج، وبعدين لقيت الشنطه دي فاخدت الشنطه دي زي ما هي اديتها ايه لابن صاحب المكان تمام. فالمهم الراجل بتاع الراجل يعني اللي ماسك الجراج يعني تمام، قال ان ما فيش حد جه قبله، وهو قال انا لقيت الشنطه دي كلها. بعدين الولد ابن صاحب الجراج ده قال ايه، قال لا انا خدتها منه كده. فجيت قلت ابن صاحب الجراج حاجه، قلت له يا حبيب قلبي انت ليه ما فتحتش الشنطه لما اديها لك؟ طب فلنفترض دلوقتي ان واحد اداك شنطه يعني، فلنفترض ان فيها مخدرات فيها حاجه تاخدها وتروح مطلعها على البيت كده على طول. فاهل الولد قالوا لي ان هو ابننا متربي على كده، ان هو ابننا ما ينفعش خالص ان هو يفتح حاجه حد، ابننا لو لقى حاجه بيشيلها زي ما هي. فالمهم الراجل فضل يقول الاولين ان انا ما خدتش حاجه والكلام ده كله، وانا طبعا محتاس. فرحت قلت له لو سمحت هات لي مصحف، هات لي قران عشان احلف بقى الكل تمام. الراجل فضل يقول لي هو انت ليه شايف يعني، انت ليه مقتنع ان انا اللي سرقتك؟ قلت له لا اله الا الله، انا ما اعرفش، انت اللي قدامي دلوقتي وانت اللي لقيت الشنطه، وانت بعدين خايف من ايه؟ خايف تحلف ليه؟ انت هتحلف دلوقتي على المصحف علشان خلاص كده يكون انا استريحت من الموضوع خالص كده، وبعد ما انت تحلف خلاص انا كده الموضوع بقى يبقى بيني وبين ربنا يعني. فما علينا، هو كان متردد شويه في الحلفان، ولما تردد شويه في الحلفان طبعا انا بدات اشك اكتر. ففي الاخر قال ايه، قال لا انا هحلف، انت عايز نحلف بايه؟ فالمهم مسكته المصحف، وبصراحه يعني لان انا بحبش المواقف دي تمام. قلت له، راح قال لي بقى ايه، قال لي اللي هو قال لي يعني اللي انا هقول ايه يعني. فقلت له ايدك افتح كتاب ربنا ويحلف عليه اقسم بالله العلي العظيم. فردد ورايا تمام ان انا ما خدتش حاجه، فردد ورايا والكلام ده كله، وعشان اخوفه برضو قلت له قول اقسم بالله ان انا لو خدت حاجه ربنا يبتليني بالفلوس دي بقى، بصحتي، بحادثه، باي شيء. المهم الراجل ردد كل الكلام اللي قلته، وكل اللي عليا سمعوا الكلام، فعوضت نفسي يعني عوضت نفسي على ربنا عز وجل يعني تمام. الدروس المستفادة بالله عليكم لو انت ملبوخ رايح مشوار ومن نوع بتشيل اكتر من حاجة، مثلا محفظة، مفتاح الشقة، مفتاح العربية، مش عارف ايه، في اختراع اسمه شنطة كده بتتلبس هنا كده تمام، البسها بتتلف على حوالين الوسط. فالاختراع ده انا هجيبه، في بجد شنطه كده بتتلبس حوالين وسطك وخليها معاك بجد والله. البس الشنطه دي، الحقيبه دي بيلبسها عامله زي بتاع النجار ولا السباك، ما علينا، شكلها شيك، والبسها. وانا ان شاء الله باذن الله بعد التمرين هجيبها تمام. الحوار التاني لو انت هتشيل امانه معاك، بتجرش عربيه ولا اي حاجه، يفضل يكون في كاميرات. اقسم بالله لو كان في كاميرات
كانت الموضوع بقى اتحل، لكن من سوء حظي ان الناس هيركبوا كاميرات بعد ما انا اتسرقت من سوء حظي يعني. تمام، هو الجراج كويس وكل حاجه وفي غفير وبتاع، بس انا نسيت حاجه يعني. تمام، شيك على كل حاجتك وانت خارج من مطعم، وانت خارج من بيت، وانت خارج من اي مكان، شيك على كل شيء، على كل حاجة، فلوسك، بطاقتك، محفظتك، مفاتيحك، تمام، ملابسك، شيك على هدومك، لا تكون بص لهدومك، لا تكون هدومك واحد بدلها لك. تمام، الحاجة الأخيرة طبعا، إن طبعا لازم تقول اللهم أجرني في مصيبتي، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله العظيم يا جماعة، أقسم بالله أنا مش عارف يعني، الواحد فعلا لو لقى كنوز الدنيا، والله والله الواحد ما يعمل كده خالص. وبس اللي يضايقك ليه الناس تعمل كده في رمضان يعني، واللي يضايقك كمان، واللي يضايقك كمان انك جبت كذا واحد وحلفته على المصحف والناس اللي حواليك كلهم، واللي يضايقك ان اللي سرق الفلوس واحد من اللي بيجرشوا معاك، لان كل اللي معاهم المفتاح بتاع الجراج كلهم ناس يعني عندهم عربية راكنهم في الجراج يعني اللي ضايقك اللي سرقك انت، ممكن كل يوم وانت بتاخد العربية بتاعتك بتشوفه وعينك في عينه، وانت مش عارف. فبجد انا مش عارف الوضع اللي احنا وصلنا له ده ازاي بصراحة يعني اوكي، سرقت المبلغ، سرقت يا عم 1000 2000 3، سرقت المبلغ، طب بعدها هتصرفهم؟ اوكي، جبت بيهم اكل، جبت بيهم شرب، طب فين البركة اللي هتجيلك في حياتك؟ ربنا قادر يبتليك بأي شيء، ليه كده؟ فيا جماعة أنا حبيت بس أحكي طبعا تجربتي المريرة يا حبيب قلبي. هو طبعا أنا قصدي إن كلام ربنا شاهد عليه، كلام ربنا شاهد عليه تمام، لكن طبعا خليته يحلف بربنا، مش يقول وحياة المصحف. أنا جبت طبعا المصحف علشان يكون وإيده على المصحف، عشان يكون كلام ربنا شاهد عليه. تقول له اقسم بالله يعني، يعني هو كده في حضرة كلام ربنا، دي بتصدق بزيادة، علشان كلام ربنا ده برضو والقرآن ده يكون شاهد لي. بس انا بقى نفسي يوم القيامة اعرف هو مين الشخص ده، نفسي اللي انا اعرفه، ان انا اعرفه يعني، ان في شيخ قال لي هتعرفه في حاجة اسمها القنطرة يوم القيامة، دي بقى انت بتعرف فيها الشخص اللي غدر بيك، او اللي خانك، او اللي سرقك، وانت معرفتوش في الدنيا يعني، فص ملح وداب. اهو يوم القيامه ده بقى لو عنده يعني، لو هو عمل حسنات تدخله الجنه، مش هيخش الجنه غير لما يرجع لك انت الاول، غير لما يرجع لك يستسمحك. بس يا جماعه دي تجربتي، الحمد لله رب العالمين طبعا على كل حال، ان الواحد بخير، ان الواحد سليم. و كنت اقول ايه كمان، بس ان الله يرجعون يا جماعه، وبجد المال الحلال الحرام يعني عمره ما هيدوم، والواحد عمره ما يكون كده خالص. فخلي بالكم يا جماعة، وربنا يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب العالمين. السلام عليكم.